ندخل بقى مع حضراتكم في التفاصيل. خش لنا على التفاصيل بقى. أيوة. مليون مبروك. دي بدايه حقيقة. كلام دي كده حقيقة. مليون مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي في كل مكان، تاهل فريقنا لنهائي بطوله كاس مصر بعد الفوز العريض على سموحه بثلاث اهداف مقابل هدف. طبعا اهداف النادي الاهلي الثلاثه حسمت اللقاء من الشوط الاول. شفنا عزيمه، شفنا روح قتاليه عاليه جدا الحقيقه، شفنا روح الفانيلا الحمراء حاضره بقوه. نقدر نقول انه يمكن ده يكون افضل شوط للنادي الاهلي في الموسم الحالي على الاطلاق. شفنا او سمعنا او تابعنا سيمفونيه موسيقيه باقدام لاعبي النادي الاهلي. هدف التقدم طبعا كان لاحمد عبد القادر في الدقيقه 8، اضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقه 19، ويعزز محمود كهربا تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقه 36، فيما سجل حسام حسن هدف سموحه الوحيد من ضربه جزاء في الدقيقه 90 من احداث المباراه. مباراه قويه، مباراه مميزه، ظهور قوي جدا لكهربا بعد غياب طويل، وكمان ظهرت كمان الصفقات الفريق الشتويه، دفع مارسيل كولر بمروان عطيه ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح، فاول ظهور رسمي ليهم. عشان كده نقدر نقول ان فعلا كانت المباراه مميزه على اكثر من صعيد وعلى اكثر من مستوى. بص بقى يا كريم، خليني اقول لك على حاجه. يعني احنا الحمد لله فزنا، والحمد لله كان لعبه حلوه جدا.